اختيار لاعبين يصنع بهم المفاجأة. أما اللاعبين اللي معروفين فممكن ولا واحد يقول له لا إذا اختارهم يلعبوا في نهاية كأس أمم أفريقيا المقبلة. محمد فارس والتوزيع درفلو بالرأس، وصلت مباشرة لهشام على الجهة اليمنى يلحق على الكرة لصيف، ما زال وين رايح وين رايح يا لصيف وين رايح، يرجع للخلف تماما لبن ناصر، بن ناصر ما زالت عنده الكرة. كثافة العددية للاعبين الجامبيين غلقت على اللاعبين الجزائريين ومنعتهم من إيصال الكرات لأسامة درفلو. الكرة لبن ناصر على الجهة اليمنى يلعب كرة خطيرة، جول بابا 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 رائعة، يفتح مجال التسجيل مهدي عبيد، يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري وهدفه الأول في تاريخ مشاركته مع الجزائر بعد 6 مباريات. الكرة البينية خطوات يصنع بها الفارق المنتخب الجزائري، كنا نقول بأن المهارة الفردية هي اللي تصنع الفارق أو من لعبات ثنائية هكذا وتدوغل. مهدي عبيد يتمكن من هز الشباك ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الجزائري عند الدقيقة 42 من عمر الشوط بلعبة ثنائية وتمريرة ولا أروع من اسماعيل بن ناصر، حطها لمهدي عبيد، شوف اسماعيل ومهدي عبيد طلبها في العمق، بوم حطها له بقوة أمام الحارس جوب مودو، جول أول للجزائر وأول لمهدي عبيد وأول في هذا الشوط الأول. لعبة رائعة طلبها في العمق اللاعب مهدي عبيد واستلمها بيمنى حطها في الجول، هدف مقابل صفر، هذا هو الهدف اللي ممكن يخرج القرار. السنغال، المغرب، مالي، أوغندا، نيجيريا، الجزائر، موريتانيا، غينيا، كوت ديفوار، غانا، وكينيا. نتمنى كل التوفيق لمنتخب ليبيا في مواجهته أمام جنوب إفريقيا في صفاقس غدا، ليصبح لدينا 6 منتخبات من عربية من شمال إفريقيا متأهلة إلى النهائيات. هاي كرة خطيرة خطيرة، با 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 با، جول جول للمنتخب الجامبي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة في الوقت بدل الضايع، وهدف التعديل لصالح المنتخب الجامبي، هذا اللي كنا نتحذر منه. منتخب الجزائر أو منتخب الهند أو تايوان أو البرازيل ليس منتخب التجارب ومنتخب إعطاء الفرص، منتخب البرفورمانس، منتخب تلعب بالأفضل وتلعب من أجل أن تفوز مباراة ودية أو مباراة رسمية قد نفهم، ولكن لما تكون النتيجة هكذا متعادلة أو تخسر نقول لما تغيير. في هذه اللحظات من عمر المباراة إلياس حساني يدخل بدور، وشوف الكرة هنا في وسط الدفاع يتمكن منها اللاعب الغامبي مامادو دانسو المدافع من تسجيل هدف التعديل لمنتخب غامبيا ليعدل النتيجة هنا في البوليدة أمام المنتخب الجزائري في الوقت بدل الضائع من عمر هذه المباراة.